وصلنا دلوقتي لمكان مشهور اسمه أبوكو ناتشرال ريزيرف. دي محمية طبيعية هنشوف فيها القرود وهنشوف فيها الضباع والنسانيس وبعض الحيوانات التانية. فالمكان ده مشهور، مدينة أبوكو مشهورة يعني فيها حاجات كتير، فمن ضمنهم المحمية الطبيعية دي أبوكو ناتشرال ريزيرف. مساحتها 220 هكتار. رغم انها مش من اكبر المحميات الطبيعيه اللي موجوده هنا، تمام، بس هي مميزه لان فيها الكثير من الطيور والضباع والقرود، تمام. مفيش تعابين فيها. الكلام ده اللي مكتوب في النت والكلام ده اللي هو ايه بيقولوه، انما لما تدخل الطبيعه هتشوف على الطبيعه، هتشوف شويه قرود قليله جدا واربع ضباع محبوسين، تمام، والصور على الشجر ونسناس واحد محبوس، نسناس واحد غير اللي منتشرين بره، تمام. النسانيس هنا ديكي تاخد بالك. فطبعا بيقولوا هندخل ساعة وهنطلع ساعة، فالوقت كتير طبعا، فانا وانا جوه ان شاء الله لما اشوف اي حاجات هصورها واضيفها على الفيديو ده. اتمنى لكم بقى مشاهدة ممتعة معايا.